لي ديتاي و الانسبيراسيون تاعنا دائما تبقى من لي زيليمون تراديسيونيل تاع لا كولتور تاعنا. أعلن رسميا انطلاق فعاليات احتفالات الرسمية الوطنية لرأس السنة الأمازيغية 1971 تحت شعار أصالة وحدة وافتخار. ويزداد افتخارنا ونحن نحتفل رسميا بهذا العيد بعد مرور 3 سنوات من إدراجه ضمن رزنمة الأعياد الوطنية وكيوم عطلة مدفوعة الأجر، مما يؤكد التزام الدولة في سعيها لرد الاعتبار والارتقاء بكافة معالم هويتنا وموروثنا الاجتماعي والتاريخي الأمازيغي العريق.